مني لكم كل الحب والتقدير. شكرا 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 شكرا، وكلمة شكرا قليلة في حقكم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت باش نشارك معكم واحد البلاصة اللي زوينة زوينة بزاف صراحة، زرتها منين كنت في مراكش، ولكن ما ساعدنيش الحظ انني نصور لكم فيديو كاملة. وهذا وهذا داكشي علاش صورت بعض اللقطات وخذيت بعض اللقطات بعض الصور من الانترنت اللي تقدروا تدخلوا تلقاوها في انستغرام او لا في الانترنت. هاد الريستوران هادي بنات زوينه زوينه بزاف بزاف، داكشي بغيت نبارطاجيها معكم. لو سيرفيس عندهم طوب، كيرحبوا بك، كيعطيوك الوقت، كيسمعوا لك، المهم زعما صراحه الله تستاهل تستاهل البنات. عاد باش فيها لا فيو غزاله 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 بزاف، جات قريبه للجامع عرفنا يعني في السونتر فيل في مراكش. صراحه والله فيها كتحسي فيها بالدفء بالحب بالكالم، زوينه بزاف. وباش عجبتني هاد البلاصه هادي، ها نتوما البنات دابا راه كنصورها انا بيدي في الاول، التقطت لكم صور هكا غير باش تشوفوا الاطلاله. وهذا جلسنا في لاتيراس منين كنت في مراكش. شوفوا البنات شحال غزاله، وفيها غير يعني الاغلبيه ديال لي كليون ديالها غير كور. ما كرهناش حتى حنا نبقاو نمشيو لبحال هاد البلايص، ما نخليوش دائما غير الاجانب هما اللي يجيو يكتشفوا لينا بلادنا. بالنسبه لهذا لي بري تري ريزونابل، وزعما كاينه شي حاجه صراحه اللي زايده، ولكن كاينه شي حاجه اللي بحالها بحال اي كافي اخرى اللي تكون عاديه. انا فاش مشيت خديت هاد ميلك تشيك وخديت لي كريب انا وعمرانو، وكانوا معايا اخوتي. زوين بالنسبه للميلك تشيك كان ب 39 درهم يمكن، والكريب ب 25 درهم بالنوتيلا الا ما خفتش نكذب. بالنسبه للعنوان ديالهم بالضبط ها هما، راه فنين فنين. لاباج ديالهم انستغرام فاين ماما، او لا انا كنقول لها فين ماما حيت عجبتني السميه. غنقدم لكم بعض لي بلا اللي لقيتهم هما مبارطاجينهم في الانستغرام ها هما. نتمنى انكم الا مشيتوا لمراكش تمشيو لهاد البلاصه، وان شاء الله كنت عواله انني نتاريكم مراكش، ولكن ما كتبش حتى المره الجايه ان شاء الله، ونمشيو بلايص زوينين ونشوفوا لي مونيمون هيستوريك ان شاء الله. علاش لا نساريكم معايا هاد المره. المهم فيديو يعني خارج على المحتوى، ولكن عجبتني وما قدرتش نمسح التصاور. والله داكشي اللي صورت قلت والله تنبارطاجي مع خواتاتي باش هكذا حتى هما يشوفوا، حتى حنايا نوليو حنايا نهزوا براسنا ونهزوا ببلادنا ونعرفوا شنو اللي كاين فيها، ما نخليوش الاجانب هما اللي يجيو يكتشفوها. هادشي اللي كاين. نتمنى هاد الفيديو هذا يكون خفيف على قلوبكم، وانكم تطلعوه لايك وتخليوا لي كومونتير زوين. كنبغيكم، تهلاو لي فراسكم.